سياسيا حول سوريا، أقر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإخفاق اجتماع فيينا بشأن سوريا، وكان ممثلو 17 دولة إضافة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد دعوا في ختام اجتماعهم يوم أمس الأمم المتحدة إلى جمع المعارضة والحكومة في سوريا حول طاولة حوار من أجل عملية سياسية تقود إلى تشكيل حكومة جديرة بالثقة وغير طائفية ولا تقصي أحدا، يعقبها وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات. كما دعوا إلى هدنة في كل أنحاء البلاد واتفقوا على تحديد موعد للقاء جديد بعد أسبوعين، وأقروا في الوقت نفسه أن هناك خلافات جوهرية لا تزال قائمة، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الخلافات ما زالت مستمرة بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا وإيران من جهة ثانية حول مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، رغم أن كل الأطراف المشاركة في لقاء فيينا اتفقت على العمل من أجل حل سياسي للنزاع.